السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتطرق إلى بعض الأمثلة بخصوص المانوميتر. فمثلا عندنا هذا المثال يقول أنه الشكل المجاور يوضح قراءة المانوميتر الزئبقي. قراءة المانوميتر يقصد به هذه 20 سنتيمتر عندما يكون الوعاء المخروطي فارغا. هذا 20 سنتيمتر عندما الوعاء المخروطي هذا الماثل أمامكم يكون فارغ. المطلوب شنو؟ يقول جد قراءة المانوميتر عندما يكون الوعاء المخروطي ممتلئا تماما بالماء. يعني هذا الوعاء المخروطي راح ترسب الماء، فاللي راح يصير شنو؟ طبعا من أضيف ماء راح الضغط يزداد في هذا الجانب، جانب الأيمن، راح يدفع لي الزئبق إلى مدى معين، لنفترض دفعه إلى هذا المقدار. إذن شنو يعني دفعه بمقدار، خلنا نسمي فد مسافة واي مجهولة. بنفس المقدار واي راح يرتفع بالطرف المقابل، نفس المقدار راح يرتفع بمقدار واي. اللي صار عندي شنو؟ اللي صار إنه المستوى الإسناد أو المستوى المرجعي مالتي انخفض بمقدار واي، يعني الاكس اكس هذا مستوى الاسناد مكان ما كان هنا راح ينخفض، يكون بهالشكل هذا، يكون بهالشكل هذا. اذا كانما انضافت لي هنا واي، وايضا هنا عندي واي انضافت. فبعد اضافه الماء الى المخروط راح يكون ارتفاع عمود الزئبق هو عباره عن 20 اللي هي الأساسية كانت موجودة زائدا 2y اللي هو شنو أقصد به أني هذا الكلي، هذا الكلي راح يصير 20 زائد 2y. خلنا نجي نشوف واحدة واحدة ناخذها. طبعا بالبداية أنا عندي مجهول هنا منطيني، فما راح أقدر أستمر أحل السؤال إذا ما أستخرج هذا المجهول. هذا المجهول استخرجه في حال كون الوعاء المخروطي فارغ، راح تكون المعطيات بسيطة، فأسوي المعادلة مالتي راح تكون طرفين. ها طبعا نسيت أذكر لكم هذا الطرف هو معرض إلى الضغط الجوي، وهذا أيضا معرض إلى الضغط الجوي. فاشرح لي المعادله. عندنا طرف ايمن وطرف ايسر بالنسبه للمستوى المرجعي مالتي او مستوى الاسناد. راح يكون عندي البي اتموسفير، وان كان هو راح ينحذف من الطرف لكن نكتبه البي اتموسفير اللي هو هذا منه، راح اضيف وياه زائدا الرو المن للزئبق، الرو الى الزئبق، والجي التعجيل الارضي، وعندي ايضا الارتفاع. هذا طبعا هسه خلينا نمسحه لانه احنا نحكي عن الوعاء فارغ على هذا الرسم الموجود امامنا. الارتفاع هو 20 سنتيمتر فقط، هاي 20 سنتيمتر الاتش، خلينا نعتبرها هاي اتش 1 وهاي هل عفوا اتش 2 لان هو مطين الاتش 1، نعتبر هاي اتش 2 فرو اتش 2. زين الآن ما عندي بعد شيء بالطرف الأيسر، الآن وين أنتقل إلى الطرف الأيمن؟ أقول يساوي البي أيضا ATM أتموسفير، أجمع ويا زائدا الارتفاع H، هذا ارتفاع الماء H، هذا ارتفاع الماء H أجمعه فيصير رو المن الرو للماء H2O، الجي التعجيل الارضي، وعندنا ايضا ارتفاع الماء اللي هو اتش 1. بعد عندي شيء؟ ما عندي شيء. هاي المعادله البسيطه امامي، فايش راح اسوي انا؟ طبعا هنا حطرح الضغط الجوي من الطرفين، حطرحه من الطرفين، فهذا راح يروح عندي يلغي. فش راح يصير عندي؟ راح يصير اقدر ايضا اختصر الجي، اقدر اختصرها من الطرفين. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي، لكن انا جي ما راح اختصرها لانه بعض الاحيان الانسان يكون حذر عندما يختصر التعجيل او يختصر الكثافات،
الآن من السهل أن نختصرها لأنه ما عندي علامة زائد وناقص عمليات جمع وطرح كثيرة، لكن في بعض الأحيان تكون عندي عمليات جمع وطرح كثيرة فربما أغلط، خاصة في شغلة الكثافات، يعني الكثافات مو دائما تختصر، التعجيل ربما نعم لكن الكثافات ما تختصر. زين، نجي على كثافة الزئبق. هسه هنا أجي أطبق الأرقام 13.6 في ألف. ليش ضربناها في ألف؟ لأنه كثافة كتلية للماء في التعجيل اللي هو 9.81 مضروبة في مضروبة خليها بين قوسين مضروبة في ال H2 اللي هو شنو 20 على 100. ليش سويناه 20 على 100؟ لأنه أنا عندي الكثافة، هاي الكثافة هي كيلوغرام على المتر المكعب، وعندي التعجيل هو متر متر على الثانية تربيع. فلو تلاحظون عندي متر مكعب وعندي متر، يعني لازم أحول جميع الأطوال إلى متر، فالسنتيمتر أحوله إلى متر قسمته على 100، هذا راح الطرف الأيمن. أجي على الطرف الأيسر. الطرف الأيسر الرو للH2O اللي هي ألف كيلوغرام على المتر المكعب، أضربها في التعجيل 9.81 وأضربها بالارتفاع ل H1 اللي هو أنا أريده مجهول. طلاب لاحظوا السجن راح يختصر عندنا، هواي أمور راح تختصر، كثافة الماء موجودة بالطرفين راح تختصر، التعجيل موجود بالطرفين راح يختصر. فاللي راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي المعادلة تكون كالآتي: H1 تساوي، أخلي خط كسر، ال H1 راح تساوي هذا المقدار اللي هو 13.6 في ألف في 9.81 مضروبة في 2 على 100 يعني 2%، حولت هي كسر 10، مقسومة على كل الأرقام الموجودة أو المضروبة بال H1 اللي هي ألف و 9.81. الآن مثل ما تلاحظون الناتج راح يطلع لي ببساطة 13.6 في 0.02 راح يطلع الناتج كالآتي، شوفها بالحاسبة 13.6 مضروب في 0.02 راح يكون 0.272. هذا شنو 0.2 متر او لو سنتيمتر؟ هذا متر، لان احنا كل حولناها الى متر. عفوا طلاب، هنا الصور 20 على مو 2%، وانما 20 على 100 يصير 2 بالعشرة، فهاي بس نصلحها، شوفوها 2 بالعشرة يصير كالاتي. فالرقم هذا كأنما راح يزحف عندنا يصير 2، هذا هنا حتى لا نغلط به، خلينا نمسحه، يصير 2.72 متر. زين، هذا بالنسبة إلى ارتفاع ال H1، هذا ال H1. زين، نجي ننتقل إلى الخطوة الثانية بعد ما أملأ هذا المخروط بالماء، شنو اللي راح يصير؟ خلي أنتقل إلى الصفحة الثانية، إحنا شرحناها هنا، لكن بالصفحة الثانية الرسم يكون أوضح. خلينا نشوف اللي صار بعد ما مليت الوعاء بالماء. فصار عندي شنو؟ اندفع جزء من الزئبق، اندفع جزء من الزئبق من الجزء الأيسر، من الجزء الأيمن إلى الجزء الأيسر، يعني انخفض بمقدار واي بالجزء الأيمن وارتفع بمقدار واي من الجزء الأيسر. لكن مستوى الإسناد بهذه الحالة، هذا مستوى الإسناد انخفض بمقدار واي من الطرف الأيسر، يعني هاي الواي هو صح ارتفع هنا بمقدار واي، لكن عندي مستوى الإسناد أيضا انخفض بمقدار واي، فكأنما الارتفاع الكلي بالنسبة لهذا الطرف صار 20 الأصلية زائدا 2 واي، هاي حكيناها 20 زائدا 2 واي. هسه نجي على هالأساس نحل
نسوي المعادلة مالتنا، معادلة التوازن مالتنا ومعادلة تعادل الضغط. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أيضا نفس الشيء الـ P ATM، هذا اللي أحكي هسه منه طرف الأيسر، زائدا إيش عندي الآن؟ الزئبق. الزئبق هو عبارة عن الرو للـ H جي للزئبق في التعجيل الأرضي في ارتفاع اللي هو شنو؟ ارتفاع الزئبق اللي هو سميناه احنا هناك يمكن H2، بس H2 شنو تغير عندي هنا؟ مو نفس H2 ذاك السابق. هذا بالنسبة إلى الطرف الأيسر. الطرف الأيمن شنو اللي راح يصير بي؟ راح يصير عندي PB، عفوا ما عندي PB هنا، ما عندي يعني وعاء، فراح يكون عندي فقط ماء. الرو إلمن للماء H2O مضروبة في التعجيل ومضروبة في الارتفاعات التالية اللي هي 3 زائدا 3، أقصد بهاي الثلاثة زائدا الـ H1. هذا ايش قد طلعنا الـ H1؟ خلينا نكتبه هنا. الـ H1 طلعناه 2 بوينت، خلي أشوف أتأكد من عنده حتى لا نوقع فيه خطأ، 2.72 متر. فأقول هنا 2.72 متر زائدا زائدا الواي، لأنه الواي أيضا نضاف، هذا الواي. زين، الواي هنا إيش راح يصير عندي؟ الواي خلي نشوف شنو اللي راح يصير عندي. الواي هنا بما أنه هذا الH2 هو عبارة عن شنو؟ الH2 عبارة عن 20 زائدا 2Y. 20 شنو؟ 20 سنتيمتر. وال2Y شنو؟ ايضا ما طول ال 20 سنتيمتر ما يصير اجمع وياها متر. الكميات المختلفة الابعاد المختلفة الوحدات لا تجمع، فلازم ال 20 سنتيمتر الواي ايضا هي هم سنتيمتر. فيجب انه احول هذا المقدار الى متر، يعني ال 20 احولها الى متر والواي ايضا احولها الى متر. فهنا ايضا هنا راح احولها الى متر. ليش حولتها الى متر؟ سبق وان ذكرنا قلنا انه لعدي التعجيل والكثافات كلها بالمتر، فاني لازم شنو احول اذن المقادير الى متر. فراح تكون المعادله بهالطريقه هاي. هنا عندي H2 اقدر اشيلها شوي، نقربها على الزائد حتى يصير لنا مجال. رو اتش جي في التعجيل في ال H2 راح يصير شنو؟ 20 زائدا 2Y على 100، وهاي ال 20 ايضا على 100. هذا ال راح يصير عندي، يعني هنا الواي قسمتها على 100 ليش؟ لانه محكومه عندي بال 20، ال 20 هي سنتيم، الواي سنتيم، اثنينات انقسمتن على 100، فبما انه الواي على الطرف الايمن تقسمت على 100، الواي على الطرف الايسر ايضا تتقسم على 100. الواي الناتج ايش راح تطلع؟ راح تطلع بالسنتيمتر، لانه انا هنا حساباتي مبنيه على اساس انه الواي سنتيمتر. قسمتها على 100، اوكي، بس هي كواي واحد هي سنتيمتر. فايش راح يصير؟ هسه ابشي اعوض ارقام، هذا راح يروح عندي، البي اتموسفير راح يروح، طبعا هنا العفو لازم اضيف البي اتموسفير بالطرف الايسر، هنا لازم ينضاف وبعدين ينحذف، فانا راح احذف من الطرفين حتى لا يسبب لنا ارباك، لكن هو كضغط موجود. فصارت المعادله بهالشكل هذا. صارت المعادله بهذا الشكل. راح اجي اعوض ارقام، اقول 13.6 اللي هي كثافه الزئبق اضربها في كثافة الماء، واقدر ايضا ما اضربها لانه راح تختصر من الطرفين. التعجيل اقدر ايضا يعني من البداية اختصره واخلص من عنده، ماكو مشكلة. يعني راح يصير عندي مضروبة في 0.2 اللي هي 20 على 100 زائدا 0.02 اللي هي شنو؟ 2 على 100 مضروبة في الواي. هذا راح نجي يساوي الطرف الايمن الالف اللي هي كثافة الماء مضروبة بالتعجيل 9.81
مضروبة في 5.72 اللي هي مجموع 3 زائد 2.72، مجموعة ويا الواي علمية، أو نقدر نكتبها بهالشكل هذا، نقدر نكتبها يعني حكتبها واي علمية، لكن نقدر احنا بعدين جوا نكتبها بهالشكل هذا، يعني 0.01 واي. زين الآن هسه نجي نصفي المعادلة مالتنا، نضرب طبعا خلينا نختصر أول شيء ما يمكن اختصاره، هاي الألف تروح ويا هاي، والتسعة بوينت ثمانية تروح ويا التسعة بوينت. طلاب في حال عندك علامة يساوي فتقدر تختصر بسط ويا بسط ومقام ويا مقام، في حال عندك علامة ضرب لا تختصر بسط ويا مقام فقط، بس هاي يعني تعرفوها بس مجرد للتذكير. راح يصير عندنا ايضا عندنا بعد اختصار، ما عندنا اختصار، اذا نجي نصفي المعادله مالتنا نقول 13.6 هاي حتتوزع على القوس هذا، فتصير 13.6 هنكتبها هنا 13.6 مضروبه في 0.2 هذا يطلع 2.72 زائد 13.6 مضروبه في 0.02 راح يطلع نفسه بس شنو مرتبة الى الداخل، يعني 2.72 واي، ما لا تنسون مضروبة في واي. نجي الطرف الاخر 5.72 زائد 0.01 واي، اقدر اجمع 5.72 ويا 0.1؟ الجواب لا. اقدر اجمع 2.72 ويا 0.0 هذا الرقم وهذا الرقم؟ ما اقدر، ليش؟ انه بيه متغير، فانا شو اسوي هيك حاله؟ اجمع المتغيرات واحد في جانب من الجوانب والارقام الجاهزه في جانب من الجوانب في الجانب الاخر. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كالاتي 0.272 واي، احول هذا الى الطرف الاخر راح يكون ناقص 0.01 واي، قلبت إشارتي لأنه حولت إلى الطرف الآخر، يساوي هذا نفسه نفس مكانه ما تغير، فيتبقى نفس إشارتي. هذا الطرف راح أنقله، راح تنقلب إشارتي، صير سالب 2.72. طبعا هنا راح يطلع 3 بالنتيجة، آخر شيء هذا راح يطلع 3. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 0. يعني الطرف الأيمن أقصد هذا الطرف راح يكون عندي 0.272 أطرح من عدها 0.01 اللي هي المعامل مال واي، طبعا الواي بعد ما نطلع عامل مشترك أو ما طلع نفس الشيء. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا 0.262 واي، هذا الطرف الأيسر. الطرف الأيمن قلنا 3، فمجرد راح تسوي واي تساوي 3 مقسومة على 0.262، والناتج راح يطلع المفروض، خلينا نشوف قد يطلع الناتج، 3 تقسيم 0.262 ويساوي 11. تقريبا 45.5 0.5 أو 45، خليها نفس الشيء، يعني 0.45. الجواب سنتيمتر لو متر، هنا الواي سنتيمتر تطلع، ليش سنتيمتر؟ لأنه احنا اتفقنا من البداية قلنا الواي هي ما في كل شيء يتخلى في داخل الواي هو سنتيمتر، لأنه احنا قسمناها على 100 واشتغلنا على هذا الأساس. ليش قسمناها على 100؟ مجبورين لو ما مجبورين؟ نعم مجبورين، لأنه عندي هنا العشرين مجموعة ويا الاثنين واي، فأني ما أقدر أجمع عشرين، العشرين ما أقدر أضربها في التعجيل وفي الكثافة لأنه سنتيمتر وذني وحداتهن متر، فاضطريت أحول العشرين. من اضطريت حولت العشرين لازم أحول وياها الواي، فكأنما الواي صارت أيضا سنتيمتر، فهنا هذا الجواب النهائي 11.45 سنتيمتر. نحل السؤال، الجواب لا بعد ما كملان. شنو اللي يريده هو؟ يريد ارتفاع قراءة المانوميتر، قراءة المانوميتر يقصد هذا السائل الزئبقي كله،
فأقول له قراءة المانوميتر ايش راح تساوي؟ قراءة المانوميتر راح تساوي لي، احنا المعادلة هاي مالتنا مو قلنا هاي مالتنا المعادلة 20 زائد 2 واي، الواي استخرجنا فبس مجرد اعوضه، اقول يساوي 20 زائد 2 مضروبة في 11.45. هنا احول؟ لا ما مجبور تحول، ليش؟ لان 20 تستخدمتها هنا سنتيمتر، وال11 ايضا هي سنتيمتر، فما عندنا اي مشكلة. نقول ويساوي، خلينا نشوف ايش قد يطلع الناتج. 2 بوينت العفو 2 في 11.45 22.9 اجمعها ويا ال 20 راح تطلع 42.9 سنتيمتر، وهو هذا الجواب اللي اني اريده، اللي هو شنو؟ قراءة المانوميتر الزئبقي. طبعا طلاب هنا لو تلاحظون نفس السؤال السابق، لكن المعادلة ما تسوى لها، مجرد حذف شغلتين، حذف كثافة الماء الرو H2O، حذفها من الطرفين وحذف لي التعجيل من الطرفين، فصارت الكثافة النسبية للزئبق 13.6 مضروبة في كثافة الماء مضروبة في هذا المقدار اللي هو الارتفاع مضروبة في التعجيل. هنا ايش راح يصير عندي؟ هاي ارتفاعات مضروبة في كثافة الماء مضروبة بالتعجيل، فالطرفين بها كثافة ماء وبها تعجيل حذفهم، فصارت المعادلة فقط كثافة الزئبق النسبية 13.6 هاي ما تنحذف لازم اكتبها، والبقية كلها دلالة ارتفاعات، والناتج ايضا راح يطلع نفس الشيء. نجي على النقطة الثانية، هذا سؤال اخر بفكرة اخرى ايضا جدا بسيط. هذا السؤال اذا تجوله شنو المطلوب من عنده؟ المطلب شو يقول؟ يقول مانوميتر تبايني، هذا هنا مانوميتر تبايني مرتبط بنقطتين. السؤال السابق كان مانوميتر عادي مرتبط بنقطة واحدة والنقطة الاخرى مرتبطة بالضغط الجوي. هنا لا، عندي مانوميتر تبايني مرتبط بنقطتين اي وبي، كما موضح بالشكل الادنى، حيث كان ضغط الهواء، هذا ضغط الهواء عند النقطة B يساوي 9.81 نيوتن على السنتيمتر المربع، هخلي جواها خطين. زين، ضغط مطلق، جد الضغط المطلق عند النقطة A. ضغط مطلق يعني شنو؟ يعني إذا تريد تحسبه كضغط مقياس كون تطلع من تطرح من عنده شنو؟ الضغط الجوي، لأنه ايش قلنا؟ قلنا الضغط المطلق البي ABS absolute شو يساوي لي؟ يساوي لي ضغط المقياس زائد شنو؟ الضغط الجوي. يعني المقياس إذا قرأ لي صفر هو بالحقيقة ايش يقرأ لي؟ يقرأ لي 14.7 PSI مثلا، أو يقرأ لي 1 بار اللي هو الضغط الجوي تقريبا، يعني 1 بار. زين، فهنا ضغط مطلق يعني يوصل لك فكرة انه هذا الضغط ضغط مطلق وليس ضغط جوي. زين، يعني عفوا مو ضغط مقياس. خلينا نجي نشوف السؤال، السؤال جدا بسيط، عندنا اي وبي، نجي نشوف عندنا الديتا مالتنا او المستوى الاسناد هذا. طبعا ديتا مش تنكتب، هاي اخاف يعني جملة نذكرها دائما، هذا يسموه ديتم. ديتم يعني شلون مستوى مرجعي او مستوى اسناد، سموه ديتم. فهذا المستوى موجود معطينا اياه، فنجي نحسب على يمين وعلى اليسار. خلينا نبدا نحسب مثلا الضغط عند النقطه A اللي هو يريده، ما اعرف ايش قد، زائدا شنو بعد عندنا؟ وين ضغط النقطه A؟ عندنا ارتفاع عمود الزيت اللي هو هذا 20 سنتيمتر، ارتفاع عمود الزيت اللي هو 20 سنتيمتر. فش اقول؟ اقول الرو للاويل مضروبة في التعجيل مضروبة في ارتفاع الاويل اللي هو حكتبه هيجي اويل اللي هو 20. بعد شنو عندي؟ عندي ارتفاع عمود الزئبق
اللي هو 10 أقول زائد الرو المل للزئبق في التعجيل مضروبة في ال H المن للزئبق اللي هي 10. هذا الطرف الأيمن. الطرف الأيسر، الطرف الأيسر سهل ما عندي شيء بيه، عندي فقط شنو ال PB اللي هو أيضا مطينيا معلوم بالسؤال، ال PB ضغط الهواء هذا زين، وعندي ضغط عمود السائل اللي هو 60 سنتيمتر من أعلى إلى مستوى الديتا مالتي أو مستوى الأسنان. فشي يصير زائدا رو المل للماء مضروبة بالتعجيل مضروبة في ارتفاع الماء اللي هو H، خلينا نسميه H2O. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح نجي ننزل الأرقام ونشوف شنو اللي راح يطلع عندنا الناتج. نقول PA حكتبها باللون الأحمر. ليش؟ لأن PA مجهول احنا نريدها. PA هاي مجهول، البقية يفترض كلها معلومة. فأقول زائدا الرول الاويل ايش قد مطيني اياها؟ مطيني السبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي يعني الاس جي، مطيني الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه مطيني اياها 0.9، اضربها في كثافه الماء صارت كثافه كتليه، اضربها بالتعجيل هاي صارت كثافه وزنيه. التعجيل خلينا نكتبه، ليش نكتبه كرمز؟ 9.81 هذا التعجيل. أضربها في ارتفاع الأويل، ارتفاع الأويل مثل ما تشوفون أمامكم 20 سنتيمتر، فأحوله إلى متر راح يصير 0.2 متر بعد ما قسم على 100. طبعا أجمع وياها شنو بعد عندي؟ أجمع وياها كثافة الزئبق اللي هي شنو 13.6 مضروبة بألف ومضروبة أيضا في التعجيل 9.81 ومضروبة عندي بارتفاع الزئبق اللي هو 10 على 100 اللي يصير 0.1 متر. هذا الطرف الأيسر. الطرف الأيمن راح أكتبه هنا بعد اليساوي، يساوي لأنه ما يكفي هنا. الـ PB إيش قد مطيني هنا بالسؤال؟ مطيني البي بي 9.81 لكن نيوتن على السنتيمتر المربع. السؤال، تبقى نيوتن على السنتيمتر المربع أم تتغير إلى متر مربع؟ الجواب تتغير إلى متر مربع، لأنه جميع المعطيات الأخرى موجودة عندي بالمتر المربع. مثل الكثافة 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، التعجيل 9.81 متر الثانية تربيع متر، إذا لازم أحولها إلى متر. نيوتن على السنتيمتر المربع أحولها إلى نيوتن على المتر المربع. شلون أحولها؟ راح أكتبها باللون الأخضر حتى نعرف إنه هذا التحويل. حقول في، خلي أكتب الوحدات يمها، هاي شنو وحداتها؟ نيوتن على المتر المربع، أكتبها واحد هنا أحولها على صفحة. 9.81 نيوتن على المتر المربع، هاي الطريقة اللي تعلمناها، أضربها في المتر المربع، العفو سنتيمتر مربع هنا، السنتيمتر المربع أريد أحوله هو بالمقام أخليه بالبسط حتى أختصره، والمتر المربع أخليها بالعكس، أقول 1 متر مربع يساوي لي 10,000 سنتيمتر مربع، فراح يصير 9.81 في 10^4، هاي تحولت إلى متر مربع، خلصنا من عندها. بعد شنو لازم مجموع وياها؟ هاي لا تنسون احنا هذا المقدار اللي بدنا نشتغل عليه. هذا راح يكون عندي كثافة الماء ايضا الف، هاي الف مضروبة في التعجيل اللي هو 9.81 مضروبة في ارتفاع الماء اللي هو 60 على 100، يعني كتبه رأسا 0.6 متر. ها هي الحل السؤال، مجرد حسابات ارقام. خلي امسح هاي ونشوف الحسابات ايش قد تصير. اخر شيء الان خلينا نبلش هنا، نقول البي اي زائدا شنو؟ خلينا نجي نحسب 0.9 مضروبه في الف، هاي راحت مضروبه في الف،
النوب مضروبة في شنو؟ في 9.81 مضروبة في 0.2، الناتج يطلع 1765.8. هذا شنو؟ هذا أول مطلب اللي هو أول، يعني هذا أول ضغط. زائدا الرو الما لل اتش جي للزئبق، هذا ضغط الزيت أول واحد. ثاني ضغط الزئبق ايش راح يصير؟ راح يصير عندي أيضا نفس الشيء، 13.6 مضروبة في ألف مضروبة في 9.81، وأضربها في ارتفاع الزئبق اللي هو فقط 10 سنتيمتر، وبعد التحويل راح يكون 0.1 متر. راح يصير النتيجة كالآتي، النتيجة راح تكون زائدا 13341.6. هذا بالنسبة إلى الطرف الأيسر، كملناه. هذا أيضا كمل عندي. نجي ننتقل إلى الطرف الأيسر اللي هو هذا بالأسفل. الطرف الأيسر إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 9.81 في 10 أس 4، هاي 9.81 في 10 أس 4 تنزل نفسها، زائدا ألف في 9.81 في 0.6 اللي هو ارتفاع الماء 60 سنتيمتر، حولناه إلى متر، يصير الناتج 5886 اللي هو شنو؟ نيوتن على المتر المربع. هاي جميع الأرقام هي بالنيوتن على المتر المربع. الآن طبعا بشكل عام صار عندي هذا، حتى تكونون بالصورة، هذا ضغط الزيت، ضغط الزيت الأويل اللي هو جد ارتفاعه 20 سنتيمتر، هذا ضغط الزئبق اللي هو شقد 10 سنتيمتر، هذا ضغط شنو؟ ضغط الهواء، ضغط الهواء اللي هو مطينيه بالسؤال، فقط حولته من نيوتن على السنتيمتر المربع إلى نيوتن على المتر المربع. وهذا ضغط عمود الماء، ضغط الماء اللي هو شنو؟ 60 سنتيمتر. والفي اي هو يريده. فبعد ما أصفي المعادلة مالتي، راح أمسح ذني، بعد ما أصفي المعادلة مالتي راح يصير عندي الـ P، يفترض عندي هنا سأكتبه الـ PA المجهول، راح يساوي لي هذا نفسه يبقى 9.81 في 10 أس 4 زائدا 5886 ناقصا 1700. ليش ناقص؟ لأن هذه حولته إلى هذا الجانب، وهذا أيضا راح أحوله 1765.8 ناقصا 13341.6. ها هي. الآن نجي نشوف الحاسب المقدار إيش قد راح يطلع عندي. 9.81 في 10000 هاي راحت، طلع لي مقدار ناقصا 5886. العفو هاي زائدا، لازم نسويها، أنا آسف، زائدا 5886 ناقصا 1765.8 ناقصا 13341.6، راح يطلع الناتج آخر شيء هنا نقول ويساوي 88,887.6. شنو الوحدات؟ نيوتن على المتر المربع، أو تقدر تسميها شنو؟ باسكال. على سبيل المثال إذا تريد حوله كيلو باسكال، إيش راح يصير؟ تقسم هذا الرقم على ألف، راح يصير عندك 88.878 أو 8786 كيلو باسكال. وإذا بقيت باسكال أيضا ما عندنا أي مشكلة. فهذا السؤال جدا بسيط، تشوفه فقط أنه ترتب المعادلة مالتك بالشكل اللي تشوفه بالرسم موجود.
لا عندنا ايضا هذا كمثال اخر، يعني بدون ارقام، فقط حتى تعرف شلون ترتب المعادلة من خلال الرسم. هنا عندنا نقطتين، اللي هي النقطة A والنقطة B، نقطتين او انبوبين او خزانين كيفما يكون. طبعا هنا عندي مستويات اسناد، اللي هي بالنسبة الى الزي اي، هذا مستوى الزي 1 الزي 2 الزي 3 وهكذا. وعندي كثافات اللي هي رو 1 وهذا رو 2 بالنسبة الى هذا الجزء، رو 3 ورو 4. طبعا كل ما يعني هنا عندي كم مائع؟ اربع موائع، لانه عندي اربع كثافات، فمعناته كل كثافة هي مرتبطة بمائع يختلف عن المائع الاخر. فهنا شنو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي خلينا نسمي الارتفاعات مثل ما مسمين الرو. مثلا هنا هذا الارتفاع، هذا الارتفاع اللي هو منه الى هنا راح يكون هذا H1 على سبيل المثال، وهذا الارتفاع راح نسميه H2 مرتبط بالرو 2، وعندنا هذا الارتفاع مرتبط بالرو 3 راح اسميه H3، وعندي ايضا هذا الارتفاع، هذا الارتفاع اللي هو مرتبط بالرو 4 راح اسميه H4. الان ببساطة شديدة، ببساطة شديدة اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه عندي راح لحظة خلينا نشوف، راح يصير عندي ال PA أيضا. أقول ال PA، خلينا نشوف شنو اللي ويا ال PA. ال PA زائدا رو 1 جي اتش 1، هذا مع ال A، نفس يعني تأثير قوة هذا الضغط نفس ال A. زين، عندنا ايضا هذا طبعا يأثر، قوة هذا الضغط تأثر بالعكس، قوة هذا الضغط تأثر مع الاي، فاجمعها اقول زائد رو، يا رو 3، هاي رو 3 في اتش في جي في اتش 3، هاي راحت. اقول يساوي، بعد ما عندي شيء ويا الاي، نروح ننتقل الى البي. البي بي راح يساوي زائد هذا المقدار اللي هو رو 4 جي اتش 4، هذا راح زائدا هذا العفو اللي هو شنو، زائدا رو 2، هاي الرو 2 رو 2 جي اتش 2. بعد عندي شيء؟ ما عندي شيء بعد. اذا شو اسوي هسه هنا بهذا السؤال، هاي المعادله بقى، هو شي يريد من عندك؟ يريد من عندك ال PA لازم يعطيك ال PB، يريد من عندك ال PB لازم يعطيك ال PA، يريد منك فرق الضغط، يعني معناته ال PA ناقصا ال PB تخليها في صفحة، والصفحة الأخرى راح تكون كل ذني المعطيات تنقلها حسب الإشارات مالتها، تخلي ذني كلها في جانب، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، تخليها كلها في جانب، وال PA ناقص ال PB تخليها في جانب الآخر، راح يطلع لك الفرق بدون ما تعرف ال PA ايش قد وال PB ايش قد. إن على سبيل الفرض راد واحد من عندهن، راح تثبت القيمة مال الضغط الآخر اللي يجب أن يعطيك إياه بالسؤال، وتستخرج قيمة الضغط المجهول. طلاب أيضا أكو أمثلة راح ناخذها بالسلايدات اللاحقة هسه.